بدر محافظ الاقصر, بنرحب بحضرتك جدا. اهلا بيك بدر. دكتور محمد, كنت عايز اعرف راي حضرتك النهارده في اقامه الملتقى الاعلامي الاول بجامعه جنوب الوادي. طبعا دي حاجه جميله جدا انها تطلع من جنوب الصعيد ومن جامعه جنوب الوادي, ان ده يبقى اول ملتقى للاعلام, وخاصه ان هو يجيب شباب الاعلام كله على مستوى الصعيد ويبقى في تبادل فكري ومعرفي بحاجه زي كده. طبعا دي كويس جدا. يعني كنت عايز اعرف راي حضرتك, هل بتؤيد ان الملتقيات الاعلام الجايه كلها تبقى برعايه جامعه جنوب الوادي, ولا يتم توزيع الملتقيات على مختلف الجامعات المصريه؟ لا طبعا لازم يتم التنويع بين مختلف الكليات, عشان برضو كليات الطلبه بتوع جنوب الوادي بيروحوا جامعه القاهره, جامعه اسكندريه, جامعه بني سويف, وفي تبادل للخبرات بينهم, فده برضو بيؤدي نوع التنوع. ويا ريت كمان ان هو يبقى فيه على مستوى الدولي, يبقى فيه تبادل مع الكليات الماسكه كوميونيكيشن بره مصر وكده, ده برضه هيبقى مفيد جدا. يعني يا دكتور محمد, اخيرا عايزين نعرف من حضرتك اهم الكليات في محافظه الاقصر اللي هيتم افتتاحها. كليات الطب وكليه التمريض وكليه اللغات والترجمه الالسن, ودول هما بشكل مبدئي, والحاسب الالي, والباقي لسه ان شاء الله احنا لسه بنتكلم فيهم مع دكتور عباس, وهنحدد ما هو ينفع يعني طبع مدينه الاقصر على وجه الخصوص والمحافظه بشكل عام ان شاء الله. معالي الوزير الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر, بنشكر حضرتك.